هكذا عودت الحركة من على جسر السلام مع إشراقة يوم جديد يزدل الستار على إنهاء معاناة أبناء محافظة شبوة أو القادمين إليها، حيث استمر لخمس سنوات منذ تدميره في منتصف العام 2015 من قبل مقاتلات التحالف العربي إبان اجتياح ميليشيات الحوثي. بإذن الله تعالى افتتاح هذا اليوم ينهي معاناة استمرت لخمس سنوات تعرضت الناس فيها لمعاناة الطرق الوعرة والتحويلات. هذا ما نريده من أبناء شبوة جميعا، أن يهتموا بمصالحهم ويتركوا الحسابات الضيقة التي لم تغني الآخرين الذين تغنوا بها زمن، ونرى مناطقهم كيف هي وكيف مناطقنا اليوم. تتمثل أهمية الجسر كونه يقع في أحد أهم الأودية في المحافظة، ويربط شبوة بالعديد من المحافظات اليمنية، لا سيما وقد أصبح خطا دوليا يستخدمه المسافرون بعد إغلاق منافذ البلاد منذ اندلاع الحرب. كل تلقى الوادي طريق من فوق وطريق وسط وطريق، ولا تقدر لا سيارة تطلع لا صغيرة ولا كبيرة، والناس تروح. يعني كم من خسارة راحت من هذا الغواطر ومن المنطقة، هذا يعني استفادوا من هذا الجسر لفترة 40 عام. ما يزيد عن 40 مترا هي مسافة الجسر الحي، إلا أنها أنهت سنوات من عذابات المسافرين وأصحاب مركبات النقل، خاصة أثناء الأمطار وتدفق السيول التي تتسبب بشل الحركة بشكل نهائي. الحمد لله بتحتل أزمة الناس، وكانت الناس تعاني هنا من السيول والأمطار، وكانت الشاحنات لا تستطيع الطلوع والباصات إلا بسحب الشيول، والحمد لله اليوم تحتل الأزمة وتخف معاناة الناس. إعادة بناء جسر السلام في ظل حرب مدمرة تشهدها البلاد منذ انقلاب ميليشيات الحوثي تعد بارقة أمل للمواطن في السير نحو مستقبل أفضل متى ما وجدت إرادة الدولة القوية ذات العزيمة الصلبة. أبو بكر حسين لقناة بلقيس، شبوة.